الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا صلى الله عليه وسلم ما جيت أدافع عن صلى الله عليه وسلم، ولكن جيت أدافع عن الإسلام وعن الصحابة. أنا أتكلم عنهم الشيخ ده وما بين دقيقتين لو قحيت دقيقتين والله إني بخجل، بس والله دقيقتين تخافوا من النهاش زيد شوية عشان تعرفوا الحق. طيب مسائل كثيرة أثارها الدكتور الدولاني، وزي ما قالوا بعد ما شاء دخلوا الكتاب، وانا قلت قال الشيخ الشيخ الدولاني انا بتفق معه في قضايا قالها في ضبرة صوفية، صح كلامه صح، واظن انه كلامه ده استفدته في كابوري لعله كان السجان بتاع طوع السلف عندهم الحقيقة. طيب نجل النقاط الأساسية، الدولاني ما خلى حاجة جديد إلا ضربها، وأرجو أن يتسع صدر الشيخ للنقاش الحر في ظل الديمقراطية التي يدعون إليها. طيب أنكر نمرة واحد الشيخ نزول عيسى والمهدي والدجال وعلامات الساعة الكبرى والصغرى وعذاب القبر واستاذ بالملائكة جل يحكم وحده وكلام دقيقة أمسك النقطة الأولى، علامات الساعة ثابتة بالقرآن الذي تدعي أنك تقرأه والذي يزعم أصحابك أنك تحفظه بسبع روايات، ولكن كما قال ابن مسعود ليس حفظ القرآن حفظ حروفي، إنما حفظ القرآن أي الحقيقي حفظ حدودي، وأنت لم تحفظ ولم تفهم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل لا نعرفه لا من بعيد ولا من قريب وهو جبريل كما في آخر الحديث، فسأل النبي عن الساعة فقال النبي ردا على سؤال جبريل عليهما الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها وأشراطها أي علاماتها يا من تدعي الكفر، سأخبرك عن أشراطها. قال أن تلك الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العادة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. اثنين يدجل يتجلم، اثنين انكار لعذاب القبر، وانا واحد قال لي شعبي قال لي ترى يمكن عذاب القبر بين صدقت وما صدقت الى ان سمعت الكلمه من قائلها وعلى نفسها جنت براكش، قال عذاب القبر عذاب القبر ثابت في القران والسنه، وتحداك الان يا شيخ مع علمك وتثقفك وتعلمك لكل ايمان من الفرنسيه والانجليزيه، اتحداك للمناظره الان في عذاب القبر، وان كان الان ما مجال عند يوم الثلاثاء على بطنك كله يوم الثلاثين ما عليك. عذاب القبر في مسند الامام احمد بن حنبل، انا انت بكلية يتيم ولكني اقول ما قال رسول الله وما قال معنا الان العديد من القرص الرجال الالتزام بدرجتين